بكم مرة أخرى في الدوزيام بارتي نتاع كافيين. كيما العادة معايا إيمان وليد، وخلط عن أن انفيتي دو تاي ما يسكتش وقت يلزمو يتكلم. عرفناه بافيك سي فراز كولت كيما الشعب ياكل في ظلف، أما ما قالش كان هكاكا. اليوم معانا نائب المجلس الوطني التأسيسي سي إبراهيم القصاص. صباح الخير سي إبراهيم. صباح النور بنتي، أهلا وسهلا. يعيشك بفضلك. الحمد لله بخير الحمد لله. سي وليد، سي إبراهيم التوانسة اكتشفوه قبل حتى ما يعرفوه، فات وقت اللي بدات تظهر نتائج الانتخابات. كنت تذكروا نتائج انتخابات 23 أكتوبر، بدات حملة كبيرة على الفيسبوك، شكون إبراهيم القصاص اللي باش يكتب باش يساهم على الأقل في كتابة دستور تونس. بدا بشوية بشوية الناس تكتشف في شخصية سي إبراهيم. من الأول بدات العباد تتندر خاصة بالمداخلات متاع سي إبراهيم، لكن بشوية بشوية بدات الناس تتعمق شوية، وخاصة بدات تكتشف في إنسان كما قلت أنت رملة ما يسكتش وقت اللي يشوف العوج، معناها وخاصة يتكلم كما يتكلم التوانسة الكل، معناها اللهجة الجنوبية اللي يتكلم بها، وخاصة العمق اللي يتطرق به للمشاكل اللي صارت في البلاد في الفترة الأخرانية. حبيت نبدأ مع سي إبراهيم. ما نعرفش حسيتك شوية، ما نعرفش يا متعب، معناها تعب لا شوية ولا لا لا هو والله التعب جسدي موجود عند الناس كل، لكن ثم شوي إحباط أو برشا إحباط خصوصا من اللي شفته في القصبة. بصراحة ما يطمنش. ليش ما يطمنش؟ مش خوفا نراه، لكن حكومة تستنجد بقواعدها لإرهاب الآخر مشكلة كبيرة. هم من حقهم يجتمعوا، أي هني بارتي في تونس أي حزب عنده الحق يجتمع وينادي أنصاره، ولكن سامحني سي إبراهيم ما يستعملش زيد الحفلات والكراب متاع الشعب. معناه هذيك المشكلة، هذيك المشكلة الخدمة الشعب القديمة، هذيك المشكلة بفلوسك نغني لك، فما جيب الكيران متاع الشعب، وإحنا والمزود زاد والإسان زاد وبرا أبعث الجهات وجيب، والله أعلم كيف جابوهم لأن العدد كان قليل بصراحة. زيك جيني بالسيف ولا ما نعطيكش حاجة، وبعد اكبس وحل، والله نقول لهم اكبسوا سراويلكم بثبتكم لان تجيكم اسهال شديد، ما عادش تقدروا تسيطروا. اكبس على من تتكبسوا، يعني على من تتكبسوا، يعني على التجمعيين اللي يخدموا معكم. فتناها الاسطوانه المشروخه هذه اللي صدعوا لنا بها روسنا، فتناها. سي إبراهيم انت توا الايامات مع تتعدي مع في المجلس التاسيسي وتعرفهم العبيد اللي سواء في الحكومه والا في المعارضه ترى فيهم كل يوم. انت تنجمش تحكي لنا كيفاش ليفولوشن التطور نتاع العبيد هذوما من اول نهار دخل المجلس التاسيسي لاخر نهار اليوم باغ اكزومبل، كيفاش ولا التصرف نتاعهم ما بين بعضهم؟ والله للامانه ثم ناس اخلاقها عاليه وثقافتها عاليه، وثم ناس حل الصره حتى خيط ما ثمش، ما تغركش البهرجه والكرافات والكومبلي والمظاهر خارجيه. تكلم معايا تو نعرفك انت شكون. ثم ناس راقيه سياسيا واجتماعيا واخلاقيا، وثم ناس اسفل السافلين، ثم ناس ما تعرفش كانت ترهدين والطحين والانبطاح والاحسان للركاب، وثم ناس والله رجال صناديد ها تحطيه على الجرح يبرى. لا من اللي نقصد به ما حسيتش فما تبدلوا العبيد ولا حسوا اللي حسوا بالمسؤوليه، حسوا السلطه ما طلعت لهمش المخهم ولاو عندهم اي شوي غرور، شوي غرور وشوي ثقه في النفس اكثر شويه من اللازم. لا مش ثقه في النفس، بالعكس هو خوف، لان ارتبكوا فشلوا. سبحان الله الفشل مش عيب، لكن الاصرار على الفشل هو العيب. هذول فشلوا، انتجونا الزباله والطاعون والكوليرا والبطاله وال ما كل شيء سلبي جابوه. تنح من عهد بورقيب مش من عهد بن علي، رجع تونس بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اولادنا عملوا ثوره وكانوا عندهم طموحات وكانت عندهم رؤى وكانت عندهم انتظارات رهيبه، حتى الشعب احبط راه البطال زاد فقر، رجل الاعمال بدي خايف، حتى رجال الاعمال ما عندناش اللي خدم اربع خمس من الناس. رجال الاعمال في تونس كنت تجيب لهم جوج رجل اعمال واحد غربي راه الرجال الاعمال هو. ثم سبعه ثمانيه معروفين من رجال الاعمال الفاسدين وانا يخدموا معنا، ونقول لهم عليهم بالاسم، نجيبوه لهم هون السيد فلان الفلاني شركته اسمها فلان الفلاني سرق سرد كذا 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 اش بين. حتى يخدموا معاهم انت؟ هاني يخدموا معاهم تو، جابوهم هم يخدموا معاهم سياسيا.
معناتها ايه يخدموا معاهم يشيلوا هذا حاجه بتقية. ليش ايش بيكم ما تسموش الشباب اسماء فلان وفلان وفلان يخدموا معاه مناشدين وسراق، واذا تحبي يمكن حتى حاجه اخرى. شنو هي حتى انت برشا سي ابراهيم كان عندهم احترازات على دخولك انت المجلس من الاول، قالوا اللي انت معناتها ابسط ما ما, ما, ما يكون من انك تمثل معناتها شاب ما تمثل ما عرفش شريحه كامله من الشعبيه. وتوا الاتهام تبدل، قالوا لي انت وليد برجوازي اكثر من اللازم، تقعد في النصر وتسهر في السندباد، ولي انت بعدت برشا على الشعب. انا سالت عليها الكذبه نتاع السندباد، سالت عليها اني والله في الاول نسحبها قصه السندباد نعرفها قصه للاطفال فما حاطين قدامي دبوزه فارغه شفتها دخلت انا على الفيسبوك مش عارف كيفاش فوتوشوب كيفاش ركبوها. والكذب ما الكذاب ديما الكذب حبالها قصيره، حاطين قدامي دبوزه بوئترا ونص قالوا لي ويسكي، سالت عليها قالوا لي تسكر عرس سكرت بها واحد شربتها واحد يقول شو الكذب يعني ايه كذب وكذبه تمشي. وبعد اسمع يا بنتي انا لو كنا نشرب تحس في روحك انا ما عنديش مشكله مع الشراب، لكن جيت نشرب والله العظيم لما نقعد تو حذاك هنا ونجيب هذا اللي شو اسمه السميت التوج الويسكي ونشرب. حريه شخصيه حريه فرديه هذاك ما يسمي حد يحكم فيا كان خافك من ربي يعني. فهمتي سيدك فوق اهم ربع تحس روحك تبدلت من اللي لا ما تبدلتش والله قاعد انا لابس صباطه هو انا كوتشي فيه ولابس الفريب ولحفتي هي هي والله العظيم. ندخل المجلس التاسيسي يا ابراهيم وخوتها نخرج ونروح دارنا لابراهيم. شنو علاش نتبدل؟ شنو تبدل؟ تبدلوا هم اللي راكبين الكراهب نتاع 4 مليار على حساب الشعب، الشخره نتاعها ب 20 دينار ايسونس على حسابنا، هذاكم اللي تبدلوا. هاي وزير ماشي للوزاره هز كرهبه معاه شال يكب سعوده، هز كرهبه واحده وهز شوفير واحد ولا ركبوا جميع. ما قلنا تقشف والبلاد مزمره، جايين الموظف يقصوا لها من شهريتها باش يعدوا الاقتصاد التونسي. نقص انت من الفساد اللي صانص والحفلات وعشية تعزبني سفير امريكا ولا سفير منه تصرف عليها 60,000 دينار على حسابنا احنا 60,000 دينار تعشينا حوم حيتضام الكل ياكل كسكسو لحم الليل تحط بها شربه للسفير الفلاني. عندنا ماكله يا بابا ناكلوا احنا الاول وبعد كان فضلت نضيفوا. سي ابراهيم توا كنائب في المجلس التاسيسي معناها واعي بالمشاكل اللي عايشه فيها البلاد وقاعد من قبليك تحط في ديك على نقاط معينه. المجلس التاسيسي كما انت قلت في اكثر من مره هو السلطه العليا في البلاد، بمعنى اليوم انت كنائب في المجلس التاسيسي من حقك انك تسال الناس المخطئين سواء في الحكومة ولا في غيرها. بالضبط بالضبط. فما حاجة كأني ماهيش ما هي المشكلة أسمع لما تحكي مع إنسان ما يفهمكش أو يتغابى يحب ما يفهمكش مشكلة كبيرة. هو ما هو الكلام أخذ وعطاء. رئيس المجلس التأسيسي ما هوش حاس نفسه أنه هو يمثل ومجموعة السلطة العليا في البلاد. أنتجنا أو أفرزنا حكومة لإدارة شؤون البلاد خلال فترة معينة فشلت، المفروض النواب يستدعوا الحكومه يقول لهم هيا اتكوا على جنب تنجيبوا ناس اخرين يخدموا. راهي مش دائمه والله حتى بالشرعيه الشعبيه راهي ما عندهمش ما انتخبش الشعب الحكومه راهي انبثقت على المجلس التاسيسي. افهموا يا ناس ما هيش حكومه شعبيه، حكومه المجلس الوطني التاسيسي هذه احنا انتجناها خرجت من رحم المجلس التاسيسي لمده معينه قلنا لهم صرفوا شؤون البلاد لفتره معينه من غير حتى يمين ولا يسار واحنا تنكتبوا الدستور وخلاص ترجعوا لنا ونحلوا الدنيا ونرجعوا للانتخابات. الجماعه احنا اعطونا الاغلبيه، من اعطاك الاغلبيه؟ اعطاك الاغلبيه لحركه النهضه، ما اعطوهاش الحكومه، الحكومه بثقت المجلس التاسيسي والمجلس التاسيسي هو المشرف الاعلى على اداء الحكومه وعلى اداء المؤسسه الرئاسيه. فشلتوا من غير ما يستقيلوا المفروض نديهم هيا بابا فليش تاكو دارك تجيبوا تكنوقراط تجيبوا كفاءه وطنيه. مش احنا نشدوا نفرغوا الاداره من كفاءاتها من هي تونس من مسيرها ربي سبحانه وتعالى وكفاءات اولادنا التكنوقراط المستقلين الاداريين يخدموا في الدرابو بالمعنى الكروي صح ناس تخدم في الدراب لا يهم نهضه ولا نداء ولا مؤتمر ولا ناس تخدم في الوطن. هي نطردوهم هذوكم ما حشناش بيهم يعني لازم تكون عندك ولاء لزيد او عمر باش تبدا كفاءه. هاهم جابوا لنا كفاءاتهم سيدي الموالي هاهم طلعوا بح هاهم البلاد ضربت في حيط عشان عملتوا. كيفاش تفسر سي ابراهيم اللي الشعب التونسي والاعلام التونسي ولا ما عادش نسمعوا فوضى وضوضاء كما قبل على حاجات كما هك ما بين 14 جانفي وتوا الاعلام يا بنتي استهدف حاولوا دجنوه من الاعتصام بتاع التلفزه الوطنيه وهو يعاني الاعلام فهمتي
يا تكتب معايا وتصفق لي وتبندر يا ندمرك. وهذا الوضع هذا راكو اسوء كل شيء نقوله لي. الاعلام مستهدف. ما تحسش اللي فما قاعده ديكتاتوريه جديده قاعده؟ ما انا قلناها بانها مبينه ونيابها بانوا، لكن شنو هم مش عارفين حتى الدكتاتوريه مش عارفين يستخدموهم، يستخدموا فيها ماهوش بذكاء، فهمتي؟ طاح الماس مره واحده. الدكتاتوريه ما لازمش برشا ذكاء. ما هي لا بن علي 23 عام تدرج فهمتي؟ بن علي كان وجماعته كانوا يشدوا اللحمه العظم ذكرت عارفيه ياكلوا ويعطوا فهمتي؟ الجماعه هذونا بالعظم تبلع تبح الشعب بقي يتفرج مسكين. بدي ياكل كف الزيتون ويبزق في القلوب، مش عارف ليش مركز على الزيتون الشعب الايامات، الحماص نمشي له الخضر نمشي له الناس كلها اعطيني يرطل زيتون اعطيني بيت قرب زيتون، شنو مشكلتهم مع الزيتون مش عارف. الناس كلها تعض في الزيتون. مش الزيتون هو اللي متقلق من الشعب. لا هو الزيتون قلت لك يستهلكوا فيه برشا الايامات، قلت لك كل الوطن قبل التوانسه معروفين بالقلوب. ايه تو كل واحد عنده قرطاس زيتون يشد يعض ويطفي القلب، اش بيك يا كبدي؟ مانيش عارف شنو مشكلتهم مع الزيتونه. شنو قول؟ ان شاء الله ما تطلع لهم مشكله مع اللوز ولا الفستق بدوا ولا البندق. يا غالي برشا الفستق واللوز. ما يقدرش شيء غالي ولا حاجه. غالي برشا. وما طالبوا ياسر ما طالبوا قويه برشا. طالبوا لوز وزيتون توا. لوز وزيتون. الحاجه الاخرى اللي ما نقدروهاش. وليد كان عندك سؤال. كان نواب المجلس، كان نواب الشعب معناها، كان نواب في مجلس تأسيسي، حكيتوش في الموضوع هذا كيفاش غياب الوسائل كونكم انتم تحاسبوا الحكومه، بمعنى انتم كسلطه عليا نورمالمون عندكم وسائل اللي تخليكم على الاقل تطلبوا تفسير للشيء هذا اللي قاعد يصير ماهوش. والله هو من المفروض، من المفروض هم الناس اصلا قلت لك، انا قلت لك قداش المره، المفروض في الفتره الحاليه اعاده بناء جمهوريه. المجلس التأسيسي في أي بلاد راهو أعلم البرلمان، البرلمان من حقه يخدم حزبه، لكن المجلس التأسيسي راهو تعمل دستور الشعب كامل، اللي صار واليمين والوسط والفوق واللوطة، أفهموا تنكربوا الدار تنعاودوا السسان تنبلوا الحيوط، نبلوا الحيوط ونصبوا الصبة وبعدين يا أخي نتفاهموا، البيبان عملوها قهوي ولا زرقاء ولا حمراء، كل واحد وذوقه، المهم العروس تطلع مسقمة باش ما تنهارش، تو لا يخدموا في خدمة برلمانية. شنو اغلبيه وشنو معارضه؟ انت دستور ما فيش اغلبيه ومعارضه، دستور ماهوش رؤى اقتصاديه او سياسيه او علاقات خارجيه. هذيك في البرلمانات يا اخوي تعال جيب لنا برنامجك الحزبي وشيخ امورك. هذا مجلس تاسيسي لبناء دستور بناء جمهوريه يا ناس تفهموا. يقول لك احنا جهابضه القوانين الدستوريه، واحد ابجديات الديمقراطيه والقوانين الدستوريه ان السلطه تكون بعيده على بعضها، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة الرئاسة وسلطة الإعلام وسلطة القضاء، كل سلطة في حد ذاتها مستقل. أسيدي الحكومة إذا ضربنا استقلالية الإعلام أشكون تراقب الحكومة؟ تراقبها السارح تحت زيتونة في الصحراء. ما هو الإعلام تيكشف يقول لهم راهو عندكم خطأ في البلاصة الفلانية وعندكم إيجابيات في البلاصة الفلانية. يا حكومة بالعكس هو الإعلام المستقل يساعد الحكومة لما تقول له أنت عندك خطأ هو يصلح الخطأ. هو عبارة مرية. لكن للأسف وتقول له راك اخطات يقول لك ها ضدي انت دقدق فيا يا ودي انا مش ضدك انا نوري فيك في عينك. قلت لك هو انا خشمه في عينك ولا عود في عينك نحى باش تشوف مليح. بالعكس انت تفرح تقول بارك الله فيك تمشي للمرايا تقول له هيك والسلام. لكن الغالب سي ابراهيم نرجع للمجلس التاسيسي وسي مصطفى بن جعفر اللي قال في فيين اللي التطبيع مع اسرائيل مطالبينو عدم تجريم التطبيع مع اسرائيل طالبينو مجموعه متطرفه في تجريم التطبيع الصهيوني والإسرائيلي تطلبوا كان مجموعة متطرفة معناتها سيد منصف بن جعفر مع التطبيع الصهيوني. شو قالك في الكلام هذا اللي قالوا في بيان؟ أنا مع تجريم التطبيع للأمانة لأن القدس غالي حمايته القضية. هو نفسلك هو قال مع التطبيع الصهيوني، هو مع التطبيع أي وانا ضد التطبيع. اي ما شقلك انت كمجلس. لكن للامانه برشا حتى من زملائي في النهضه ومن التكتل حزبه هو مع تجريم التطبيع، هو ينعت في روحه من غير ما يحس بال باش قلتي هو تو الكلمه قلتيها التطرف. اي تطرف اي إيه هو حزبه متطرف لان ثم جماعه من جماعته معنا مع تجريم التطبيع. وبعدين هل الغنايه تجريم التطبيع احنا لما البني صهيون مش اليهود راهو اليهود راهو ولاد خلتنا نحكي على الصهاينه نحكي على اسرائيل نحكي على فئه معينه لما يرجعوا حقوق شعبنا الفلسطيني والعربي مرحبا بهم احنا نتعامل معهم عندنا حتى مشكله يعني
فهمتي؟ لا مش قولك وقت اللي نعرفوا اللي لجنة الحريات اللي في المجلس التأسيسي نعرفوا اللي اللي مونبر نتاعها ضد التطبيع الصهيوني، على كيفاه رئيس مجلس ويعرف اللي اللجنة وأراء أعضاء اللجنة هكاكا ينجم يعمل ذاك اللي هو صحيح؟ هذه الخدمة، هذه الخدمة يسموها الخدمة السياسية، ما هو السياسة ثلاث أرباعها كذب، فهمتي؟ يمشي للغرب يرضيهم ويجي للشعب يحاول يرضيه، لا كون واضح هنا وغادي شنو موقفك؟ أنا موقفي تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وليس مع اليهود. هو في المجلس لإرضاء النهضة ولإرضاء الثلاثي الحاكم مع تجريم التطبيع، يمشي للغرب لا متطرفين اللي طلبوا تجريم التطبيع. شفت الازدواجية الخطاب؟ هذه هي المشكلة يا أخي، خلي عندك سياسة داخلية وخارجية واضحة، واضحة هذاك اسمه فنجان وهذاك اسمه كاس. ليش كي تمشي لأوروبا يبدأ هذاك ستان فار وهذا ستان بيتي فار؟ خليك واضح، خليك واضح، مني خايف أنت؟ أنت الشعب أعطاك شرعية تحكم بها، مثل إرادة شعبك من غير خوف. بالنسبة لي كنت سي مصفى الشعب في المزير عنده شرعية ليميت في المجلس التأسيسي؟ والله هو ما عنده شرعية، كان ضرب المطرقة على فكرة يعني، وشنو هو ما عنده شيء مسكين راهو، هو حتى هو اللي قبل صلاحياته تمشي، هو راهو السلطة العليا، راهو هو مجموعة، هو راهو نايب زينا زيه، راهو حطيناه ريسبونسابل على المجلس، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، غدوة نقدروا نحطوا نايب آخر يعني، وهو حطوه جماعته مش حنا راه، لكن جيت هنا ما نحطيش، نحط كفاءة وطنية. راجل يصيد يسهل ويبلبل ويفوح صنانه. سي إبراهيم، لك للاسف سي إبراهيم انت تنتقد ياسر في الحكومه وفي في النهضه، يا اخي شعب ماهوش مسؤول على سعيد. مش هو اسمع الشعب، ما تحسش روحك اللي انت لا اسمع لي شيء خليني نفسر لك بالضبط. انا منش ننتقد فيها لمجرد لا، ثم هناك انتقاد وهناك نقد. انا قاعد ننقد ولا انا انتقد، فهمتي؟ انا اقول النقد البناء يصلح من شان المنتقد، فهمتي؟ ثم نجي بالنقد والانتقاد. النقد يعطي حل، يعطي حل. انتقادك كان هنا عيبك انت عيوبك، احنا لا مش هذا. انا ما نحبش الثلاثي الحاكم تو يفشل على فكره، والله ندعي لهم بالنجاح، والنهضه بالذات ما نحبهاش تفشل، والله والله ما تشاركش في الحكم في المره القادمه ان شاء الله اذا كانت هناك انتخابات قادمه، فهمتي؟ نحبهم يشاركوا، نحب الكل، ما ثمش اقصاء واجتثاث، لاني نعرف شنو معنى الاجتثاث، فهمتي؟ الناس كلها في النهايه 11 مليون فاصل باهي، اسم الشعب، الشعب الشعب وقت اللي اختار الناس عضونا على فكره باش حكومه الاغلبيه والبلوط لا يا بابا، راهو النهضه جابوا 18% ومجملين الثلاثي ما وصلوش ل 25%، اذا الاغلبيه في ال 75% صامته، فهمتي؟ اللي قاعدة صامته، قاعدة صامته باش برشا ناس ما تنغرش. انت تخبوك 25% من الشعب التونسي، انت اقليه والاغلبيه مازالت ما دلتش بدلوها باش تفهم حجم نفسك، ما تغرش. لكن الشعب بعد الاستقلال لحد الان تسحر في العمل السياسي، فقنا كان بعد الثوره وقت اللي عملنا انتخابات ما ثم حتى حزب معروف، معروف في العقل الباطن للشعب التونسي الا حزب النهضه. ناس ظلمات، ناس كذا، ناس ناضلات، ناس كذا، ناس كلها تقول لك ناس تخاف ربي، ناس كذا، بك المعطيات البسيطه هذيك، فهمتي؟ الشعب يقول لك انا ونعرف فلان فلاني ولا فلان فلاني فلان، خلينا نعطي هذو هنا هذو الناس نعرفهم، هذاك هو اللي في مخه هكا هو. وخصوصا وخصوصا المعارضه ما سهلتش العمليه على الشعب زاده، سامحني معناتها احنا علاش قلت لك انا هو ما كانتش معارضه قبل ما كانتش معارضه، قبل معارضه سوريه فقط يعني، نحكيو على بعد، هي تحكي على بعد الثوره، بعد الثوره، معارضة بعد الثوره. لا ثم معارضه، ثم معارضه، معارضه، لا خلينا واقعيين يعني. وين وين شفنا حتى مش داخل المجلس التأسيسي برا، ايوه اي هو سي الباجي ايش قاعد يعمل، سي حمل همام ايش قاعد يعمل، سي شكر بعيد ايش قاعد يعمل، لا لا برشا شخصيات وطنيه. انا ما نخون حد، راه انا الوطن للجميع ودي لله، ما نخون حتى واحد، كل واحد يخدم تونس بالرؤيه اللي يشوفها صحيحه، وممكن يكون مخطئ واني نحترم رايه، هذاك هذاك رايه، هذيك رؤيه لخدمه بلاده وشعب الحكم. ما تحسش المعارضه تشتت في عز اللي تتلم؟ لا بالعكس، تو قاعده المعارضه تتلم راه الكل، انا بحول الله الكل المعارضه كلها نحطها في نداء تونس، نادى تونس ويجب تلبيه النداء، الناس كلها لازم تتلم، فهمتي؟ زعما وحتى من اخواننا في النهضه والمؤتمر والتكتل يجي معانا مرحبا، وانا نحل الباب اهلا وسهلا، سايبك من التجمعين يلموا في، والله حتى سكان بلفيدير حد يخدم بلفيدير ما عادش يصدقوها الاسطوانه هذه، التجمعيين ويلموا في ارواحهم والله كذب وتزفلين ما ثم شيء، التجمعيين معروف الشعب راه مش مهلول، راه لما نقول كلام ها والباجي اللي في التجمعيه عيب، عيب كذبه كبيره، فهمتي؟ التجمعيين الشعب الكل عرفهم وين، واولادهم عارفينهم وين، عارفينهم وين، انت
كي ثم حتى من الثلاثي الحاكم قاعد يستهدف الحكومه بتاعتك كلاش فلان وفلان وفلان. صار الكاتب كتاب في الزين بدي مش تجمعي، المناشد بدي مش تجمعي، الواخذ وسام 7 نوفمبر من الدرجه الاولى مش تجمعي، اللي هي سرق فلوس الشعب وشمعها مش تجمعي، اللي يديه تنقعد بالدم مش تجمعي، التجمعي اكل المدير العام اللي كان يخدم في شركه مش عارف ايش مشيت يخدم السياسه مع الباج. هو هذا التجمعي، لا تكذب، التجمعي البليد اللي دوروا في توانسه تحت مخبيين ورا ظهرك وتو خرجوا انا هذا معناها اعلان صريح على انضمامك للنداء. لا 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 ما عنديش مشكله، ما عندي مشكله، انا مشكله قول لي واحد صدق بربي من الثوره وتعالى جي. حتى كلمه الثوره هي معلن من 14 جان في وتعالى جي، قول لي سياسي صدق اكثر من الباج. انا والله مره هدن الحد وما لحس الحد، انا للشايب هذا كنحترمه ونقدره وعنده خبرة في الدواليب ودهاليز السياسة والدولية والداخلية، باهي كفاءة سياسية ومن راهدين الحد، يعني ما خاف من الحد، لكن يغلط غدوة نقول له غلط راه والله ما عندي مشكلة، لكن قول لي فرد واحد غيره هو صدق. أعطيني أنت تو، أنت ماك إعلامي، أنت عندك أعطوني سياسي، أعطوني سياسي اللي واحد اللي هو ما عمل كان به سي البيجي ما نتصوروش. لا عمل كان البيه، شعمل من 14 جانفي التو شعمل؟ مش من 14 جانفي التو، عم نشوفه قبل 14 جانفي كيما نعرفوا السلطة تطلع للمخ قبل 14 جانفي تحكي ولا نحكي على لا وتحكي قبل 14 جانفي ثم ناس لازم تتقدم للمحاكمة تو هما في السلطة. اي متفاهمين هذوك ما همش المثال اللي لازمنا ناخذوه، اما سي البيجي كي نجيو نشوفوا حياته السياسيه الكل ما نجموش نقولوا لي ما غلطش جمله. كل راهو الحلو في البني ادم الخطا والصواب، يعني كله ابن ادم خطايا يا ناس، راهو اسمع اذا كان جينا ملائكه ربي راه ما خلقناش بشر. سي ابراهيم انا باش نجيب لك مثال على خطا من اخطاء سي البيجي قائد السبسي في الفتره اللي هو قاعد يسير فيها في الـ في الـ في الحكومه في الفتره اللي فاتت. فما ناس دخلوا سكنوا في ديار نتاع ناس اخرين شارينهم وتوا عامله ازمه كبيره، هذيا الناس هذوما لقاو ريحهم توا باش يخرجوا في الشارع، الناس تطالب بديارها وناس ما عندها وين تسكن وما تعرفش على شكون تجي تلوم على الناس اللي لحظه باش باش من تهربش بيه بالسؤال. مانيش نهرب بيك، هذا قلت لك اكزامبل. الباجي اعطوه كهرباء ساعتها بلا فرانات، ورينا شطارتك في السياقه منعنا الكهرباء معبيه تو يقولوا تو لواج اي يعني لواجيست فهمتي أي. يعني تعبت من السياقه ولا زيد او عمر جابوا الخبير في السياقه هذوك قال له وكان راكب قال له شد الفولاره تاخذت الكهرباء تتقلب وبلا فرانات وهو هابط مصاده منعنا يا خويا. شنو من الفرانات الفران لا 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 شنو تقصد بالفرانات؟ شنو اللي ما كانش عند السي الباجي بعد بعد الثوره سي حكومه سي محمد غنوشي وكل ما لقيناش فصل في الدستور 59 اعتمد عليه والبلاد عندي بالها تدخل في فراغ دستوري ودخلت، وبعدين جبنا سي فؤاد البزع رئيس وبدا يصدر في مراسيم نحكم مراسيم ساعتها وجابوا الشخصيه الوطنيه سي الباجي معروف الناس كل يعني وهو اللي ركحها ساعتها تونس ساعتها قريب تضم في حيط ركحها هو بخبرته. الراجل كان في القصبه والناس كلها تعرفه يخرج ويتربع ويشرف تاع مع الاولاد ويهدي وحتى ذاكم سكان مش المشكله، المهم الكهرباء ما تتقلبش وبارك الله فيه وصل بر الامان والركاب كلها سلامات والركاب عضوكم تكرموا واعطاهم السلطه زادا وصلوا واعطاهم الشعب الشرعيه وقال لهم تفضلوا على طبق من فضه او ذهب تفضلوا وكان صادق عشان الشعب الكل يعرف راه وبارك الله فيه. واحد اخر دكتاتور قاعد ثم بعلاقات الخارجيه والله لما يترس 5 سنين عاد يسيب الكرسي اش بيه كان صادق نهار الفول قال نهار 23 حسم الموضوع ساعتها نقاشات وكل بجدالات مع سي كامل الجدوبي مش عارف سي عياض بن عاشور وكجما قال نهار 3 وحتى الشعب كان بلبله ساعتها تذكروا حسم الموضوع نهار 23 اكتوبر باش تجرى الانتخابات الشعب الكل رضي. شفتي لما يكون القرار مباشر وواضح انتهى الموضوع ومن الانتخابات والحمد لله نجحت بدرجة معينة ما نجحتش 100% بنسبة معينة والحمد لله. على كل حال المبتدئين اللي كنا في الديمقراطية احنا الجديدة على كل حال الراجل بارك الله فيه تحسب له وليست عليه. إذا نجو تاريخيا من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، ثم ناس أجرمت شنو مالا شنو اللي معناها اللي يفجر ويقتل ويشوه شنو معناها هذاك شنو هو هذاك اش يعمل اش قاعد يعمل هذاك مجرم. انت قلت حكيت على تاريخ 23 اكتوبر سي ابراهيم 23 اكتوبر 2012
هو التاريخ اللي من المفروض كونه تنتهي فيه شرعية المجلس التأسيسي. اليوم وين خلطنا في الدستور؟ وكيفاش تشوف أنت المستقبل في هالشهر ونص هذوما المازالين المازالوا للمجلس وين باش توصل بينا الأمور؟ ربي اسمع، كل شيء نقبله إلا واحد يضحك على الشعب التونسي راهي ما نقبلهاش. تو مجلس وطني تأسيسي وحكومة تنفيذية ومؤسسة رئاسية وما عملوش هيئة عليا المستقلة للانتخابات وتحكي لي على الانتخابات بعد شهر؟ شنو يعني انتخابات؟ يعني مش انتخابات، نحكي على الدستور. الدستور وشرعية المجلس. الدستور برا عاد جيبني حلها. تعرف الاستيك انت؟ ها الاستيك جيب 5 سنتيم الاستيك ممكن تردهم 20 سنتيرة، فهمت؟ زدت تمطط عاد. مش هكاك وانت... عملت كر... شو اسمه عليسة باش خلت كرتاج مطت الخيط بشوي بشوي. اي تاريخنا على كل حال، تاريخنا شرفنا عليسة ويوغرطة وحنا بعد الكل يشرفونا. معناتها اللي قد التمطيط يقدوا على قواعد على القليلة. اي هو حتى التمطيط، التمطيط مرات ايجابي مرات سلبية. مرات يتقطع راهو كي تشدي يتقطع، ولا كان تقطع ستيك مصيبة. انا قلنا في نعاودوا معناتها نفس الحكاية مرة أخرى. والله نتمنى، اسمعي نتمنى اخوتنا في النهضة والمؤتمر والتكتل والعريضة والمستقلين والوفاء والنداء والكل والعمال وكل يلتقوا في نقطة معينة لتونس، نجمع لتونس نلوح خلافاتنا الشخصية والحزبية ورانا، ويا أخي خلينا نبني مستقبل بلادنا. وغدوة هنا الأيام فيها ياسر اخدم سياسة كما تحب يا سي فلان وسي فلان وسي فلان، خلينا نخرج من المربع، راه مربع خطير ما تستهنوش به. راهو التونسي أحلى ما فينا المسالمة، يعني فهمتي السلام اللي نتمتع به داخلنا. حتى في ثورتنا ما كانش دموية الحمد لله، فهمتي؟ شوفي توا صاير في البلدان الأخرى. التونسي ماهوش عنيف طبعا، ما يحبش التطرف ما يحبش العنف، فهمتي؟ والله حتى زتوانسة تلاقيهم بوكس وضرب في القهوة، بعد ربع ساعة يتدخل ولد الحلال يرجع يلعب الرمية يشربوا قهوة من بعض. الحقد الأعمى ما عندناش، والأسود وغل ما عندناش. حاولوا يلعبوا ولا العرشية على القبلية على الجهوية ما عرفوش، لأن أولاد عم في النهاية. والله أنا من قبلي نجي لتونس نحس روحي تونسي، التونسي كي يمشي لقبلي يحس روحي تونسي، وخصوصا أولادنا في الريف. شفتي أكبر ناس مظلومين اقتصاديا واجتماعيا هم سكان ريف تونس، رغم أن حتى المدن الكبيرة مظلومة بدرجة أو ما، لكن الظلم الكبير تحملون الناس عذوكم. والله ثم ناس تو يجيبوا في المية من بعد 20 كيلومتر على بهين على زايلة ومرات ما يلحقش. ترى أنت مش تونسي هذاك، هذاك مش تونسي. سي إبراهيم نخليك آخر كلمة خاطر احنا هكا باش نكملوا. تفضلي خلي لك اخر كلمه. الوقت مخلينا باش سي ابراهيم لازم ترجع لنا. الكلمه الختاميه، الحكومه يلزم هالفلسفه والتفلسيف توجهوا. احنا قداش عندنا؟ راهو 84 وزير وكاتب دوله، حتى الصين ما فيهاش، كان 20 15 واحد تكنوقراط يمشوه باهي معلن. توجهوا لتونس الداخل وتونس السح، توجهوا لهم الزوز. راهو عندكم اولاد المي ما ثمش والضو ما ثمش، ومدارس جايه ما عندهمش حق الكرارس، البطاله من تجي تنفي. اقل شيء بادروا بحلول بسيطه. التونسي ما قال لكش ركبني مكوك فضاء وابعثني للعطارد وزحل، قال لكم ندور ناكل ندور نشري كراسه لولدي، امور بسيطه ندور المي. في عهد بن علي المي يجري في السباب تو تقطع وبدي اصفى تمنين البردوي اللي يحطوا فيها في المي. شنو غريبتهم الناس هذولا؟ يعني يا ولدي شعبكم مش ضدكم، ما عطاكم الغلبية إذا شعبكم مش ضدكم، يخدموا حيوا برولة. مش عيب تمشي تاكل عصيدة وفتيات مع الشعب، راه مش عيب. مش تنح منك يا أخي كي ترجع البيرو كش أكل حتى مش عارف إيش تبرو. شوفوا الناس كيفاش عايش، تهين هزك توني للسجومي ولا نهزك للزهروني ولا وين ولا للتضامن، تيجي يعمل عار عزايز تبربش في الزبلة باش تاكل ويقول لك وطني وحزبي ترى والله نستاهلوا طرح. يعني وقت البطولة تاعنا طلع طرح وابدوا بيا لي والله هنا ناكل ونشرب والناس جواعة، ترى وشي فدد وشي قز. يقول لك معارض، ايش معارض؟ يعطيك مصيبة كاني معارض. الناس مع الناس بدات خايفة، الناس بدات خايفة تقعد في قهوة لثمانية في الليل. يا أخي أعطونا أمل، أعطونا أمل، خلي الناس تحس بالأمل وتحس بالأمل. سي إبراهيم أعطينا أنت الأمل اللي ماكش تسكت وما تخلي حد شيء يزعل. والله الحق يا بنتي ما نسكت على الحق، لك أنا نسكت على الحق ويبدأ قدامي نبدأ الشيطان أخرس. هذا ديني ايش يقول لي؟
بارك الله فيك سي مرحبا. شكرا لك. مرحبا بك. شرفت بالقعده معكم. عايشك. شرفنا سي ابراهيم. نمشي ونعمل بيتيت بوز جينجل ونعاود نرجع مع ايمان والسيدي الاخضر. ايمان وسيدي الاخضر.